السلام عليكم. هذه الانتاية جهزت جهزت عشها وقطنات ونزلنا اليوم الذكر، نزلنا الذكر ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يبارك كد وعب البيض ان شاء الله ربنا سهل. هيا ان شاء الله الانتاية هيا لافة، وهي الانتاية الحلبية والذكر المشمش اللي قدامكم، وتسهيل من الله ان شاء الله ايهم قدامكم. هاي لاش قطنة وجاهزة ان شاء الله، وان شاء الله ربك يسهل. احتمال ان شاء الله بكرة تضيد اذا الله راد. وعندنا من وفيكم انتاية جديدة مع شيشة ومقطنة ومنفخة، وإن شاء الله آخر النهار أحطها عندها ذكر.